أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى، نور الأنوار، سر الأسرار، أستاذ الأبرار، معلم الأخيار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا
يا رب. الله يكرمك. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا يا
واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت I
والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الذين يعيشون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب
شاء الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Thank you.
ولا إِنَّ
وتلك الأيام نداولها بين الناس حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم Oh,
حاضر. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. صدقت إليه فيما قلت إنك قلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل أحمد كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى لنارا لصاحبها الحاج عبد العزيز ابو هاشم واولاده ببيت ابو خالد خدمة الفندقية الممتازة بفيه الدالي بحوض الطرفة الهندسة الصوتية والإذاعية محمد جمعة النخاس شرقية وحدة التصوير والبث الهوائي عميد مصور مصر مهندس ناصر صلاح واولاده بمدينة الزقازيق.
العزيز. اسرد الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من وساهم العزاء. انا لله وانا اليها راجعون.